هل الإبداع للجميع؟ طبعا بدون أدنى شك الإبداع للجميع، بل إنه يعني من الضروري على الجميع أنهم يتعلمون الإبداع، لأنه كلنا نتعرض لمشكلات، كلنا نتعرض لأزمات، كلنا نتعرض لظروف صعبة، ولما نكون في هذا الظرف الصعب وما نقدر نحل مشاكلنا ولا نقدر نتحرر من الأزمات اللي حنا فيها، نحتاج فكرة إبداعية، نحتاج أن نطلع برا الصندوق بطريقة مختلفة. هل تنظيم النوم والعمل في الصباح شرط النجاح أم يمكن الإبداع والعمل في الليل؟ أنا ما أميل إلى إنه الناس اللي يسهرون ما عندهم إبداع، والناس اللي يقومون بدري هم اللي عندهم إبداع. يعني أنا مرت علي فترة من حياتي، خصوصاً وقت الدكتوراه ووقت البحث، كنت كثير أسهر، يعني كنت أفضل الليل، الوقت الليل. ولما تغيرت ما أعرف تغيرت الساعة البيولوجية عندي يمكن، فصرت لا أقوم الصباح مبكر، وأشوف إنه السهرانين فيهم مبدعين والصاحين بدري فيهم مبدعين، والسهرانين فيهم بطالين والصاحين بدري فيهم بطالين. يعني ما أشوف إنه، أعتقد إنها مرتبطة بالعادات، بالروتين، بالين واليانغ، بالعناصر اللي موجودة في جسد الإنسان، أكثر من أنه أقول أنه هذا ناجح أو هذا غير ناجح. وإن كنت أعرف أنه في كثير من الناس يعتبرون أنه النجاح أنه أنت تقوم الصباح تنام بالليل وكذا، يعني تصير يعني الطالب المجد وكذا، بس ما أقدر أقول أنه هذا شيء صحيح، ما أقدر أؤكد هذه الفكرة. أحس أنها شوية قاصرة، أحس أنه في ناس مبدعين يسهرون عادي يصير يعني يسهرون ويبدعون ويفكرون ويكتشفون ويخترعون، ما يتعارض. قد يكون عندهم طاقة الين أعلى، قد يكون عندهم اختلاف طاقات، يعني اختلاف طاقات. كيف أكتشف إبداعي؟ أنا أقترح عليك أنك تحضرين شفرة كاليوبي. شفرة كاليوبي فيها طريقة زي ما نقول خوارزمية، تسوينها يوم ورا يوم، مو طويلة، أيام بسيطة، بحيث أنك أنت تحصلين أو تقطفين على الإبداع، ومن خلالها راح تعرفين إيش هي الخوارزمية الخاصة فيك أو إيش هي طريقتك الخاصة. إذا كنت مبدعة وعملية بس كسولة جدا، ما الحل؟ أو شي حل إنك تحددين لنا وش القصة بالضبط. أنا محتارة، ما أدري وش أنتي. أنتي مبدعة وعملية وكسولة، شلون هاي تتركب مع بعض؟ بس يعني مثلا مبدعة وكسولة أقدر أفهمها، عملية وكسولة ما أدري، أحس إنك ما أنتي فاهمة نفسك، أحس في شيء، في جزء من النص مفقود. في شيء مو مفهوم، في شيء مو واضح بالنسبه لي. اعتقد انه انت ما انت فاهمه نفسك، انت فاهمه نفسك، في شيء مفقود. وسبق اني تكلمت على موضوع الكسل، انه المفروض انا اعتبر انه اول احتمال اذا بفكر في موضوع الكسل اني بروح لاخصائي تغذيه وبشوف غذائي جيد، فيتاميناتي، معادني، اكلي سليم ولا مو سليم، قاعدة ألغوص ولا قاعدة أكل صح. هل كل المبدعين أثرياء؟ أنا أقول نعم. نعم، ما أقدر أتخيل مبدع مشتري، ما أقدر. المبدع لازم يطلع نفسه من القصة اللي هو فيها، لازم يوجد حل، لازم يوجد طريقة مبدعة ويكون ثري. أنا أقول نعم، كل مبدع ثري، كل مبدع ثري بالضرورة،
كل ما دام هو مبدع، ما دام هو فعلا مبدع فبالتالي يقدر يسوي شيء، يقدر يجيب فكرة، يقدر يحل الأزمة الاقتصادية اللي هو فيها، يقدر يوصل لنتيجة. كل مبدع ثري، نعم، لكن مش كل ثري مبدع، مش كل ثري مبدع. ليش للحين ما أبدعت مع أني يجيني شعور أن فيني شيء مميز؟ ممكن يكون طبيعة الحياة اللي مرينا فيها، طبيعة الدراسة التقليدية في المدارس شوية قضت على الإبداع. وارد عند كثير من الناس أنهم مع الطرق المدنية والحديثة للتربية يتأخر إبداعهم، فبالتالي يحتاج أنهم كأنهم يعيدون مرة ثانية، كأنهم يعيدون خلنا نقول إظهار أو إحضار أو إحياء هذا الإبداع. لذلك إذا تشعرين أنه في شيء يطلع منك، نعم فيني شيء مميز، فيني شيء مبدع ممكن، بس أني إلى الآن ما شفت هذا الشيء، أنا أميل إلى أنه قد يكون تكون هذه الفكرة صحيحة، لكنك ما عندك الطرق أو ما عندك الخطوات اللي توريك الطريق، ما عندك هذه الخطوات. لذلك أنا أنصحك أنك تحضرين شفرة كاليوبي، ممكن أنك فقط مجرد أنك تحتاجين بعض الخطوات وتنطلقين، بس أعتقد أن شعورك تجاه نفسك صحيح. هل يمكن أن يدرس الإبداع؟ أنا أميل إلى أنه نعم، أنه إحنا ندرس الإبداع، وإيماني نتج عنه هذا الكورس اللي هو كورس شفرة كاليوبي. لكن الآن اللي موجود في السوق، موجود في السوق تدريس الإبداع على المستوى الفكري، هذا اللي متوفر حاليا في السوق. لذلك أنا أعتبر أنه الإبداع يعني مادة كبيرة جدا وقيمة عالية جدا، لكن تم تسطيحها بربطها بالجسد الفكري فقط. انه الابداع انك تجيب افكار ابداعية، انه انت تفكر بطريقة ابداعية، وفي اساليب للافكار الابداعية، وبالتالي في كثير كورسات عن الابداع، في كثير كتب عن التفكير الابداعي، في كثير يعني لو تكتب في جوجل التفكير الابداعي يعني ما اعرف يمكن ملايين الصفحات، لو تكتب في يوتيوب التفكير الابداعي يمكن يجيك ملايين المقاطع تتحدث عن التفكير الابداعي. لذلك انا اعتبر انه نعم يدرس الابداع، لكن في الغالب يدرس على مستوى الجسد الفكري. اللي سويته انا اني اقول لك انه لا الابداع يعني عمق الابداع موجود وين؟ موجود في الجسد الاثيري، موجود في الجسد الاثيري. لذلك شفرة كاليوبي هو كورس من الجسد الاثيري، ما اعتبره كورس جسد فكري، هو كورس من الجسد الاثيري. هل عمل السنفرات والكريمات اللي انا اخلطهم واسوي العناية بالجسم ابداع؟ خليني بفترض فرضية، بفترض انه انت يعني في الف كريم الف يقولون انه هذا الكريم مختص لي مثلا الترطيب، في باء يقولون انه هذا الكريم او هذه المادة او هذه الفاكهة او هذا الخضار مختص لي تبيض مثلا، جيم مختص للتسمير، دال مختص للتنظيف أو التنقية. أنتي فكرتي الآن قلتي أنا كيف أطلع منتج جديد، كيف أسوي منتج يعني مو موجود في السوق، فقلتي خلني أجيب ألف وجيم ودال وأخلط هذا بنسبة 50% وهذا 30% وهذا 20% وطلعت منتج جديد. قلتي يا جماعة هذا منتج اسمه كذا، ما هو موجود في السوق وهو يسوي واحد واثنين وثلاثة. تقولي هذا إبداع؟ أقولك نعم، هذا إبداع على مستوى الجسد الفكري، وهذا هذا الإبداع اللي يدرس طوال الوقت، إنه أنت كيف تجمع، كيف تقلب الأفكار، كيف تدخلها مع بعض، كيف تجمعها، كيف تعجنها، كيف تخبزها، كيف تقلبها، كيف تسويها مرة ثانية وتقدمها. فممكن أعتبره إبداع من هذه الطريقة. لكن خلني أقول لك، ماذا لو كان إبداعك على مستوى الجسد الأثيري؟ ماذا لو مستوى عالي؟
طيب خلوني اخذ اخر سؤال يا جماعه، يعني تاخرت عليكم اعرف. كيف احمي ابداعي من الاستنساخ؟ يعني في الزمن الحالي صار في عندنا اللي هي الحمايه الفكريه للانتاج الابداعي، حمايه المبدعين. يعني مثلا اذا في شخص عنده فيلم مثلا، انه يكون هذا الفيلم من حقوقه، فبالتالي هو يستفيد من جميع النتائج المترتبه على هذا الفيلم. او شخص عنده مثلا اغنيه، او شخص عنده كتاب يكون هذا الكتاب تابع لحقوق فلان، او شخص عنده مثلا اختراع معين اكتشف اختراع، فبالتالي يسجل هذا الاختراع باسمه. لكن هذه المصطلحات او هذه خلينا نقول الاجراءات البشريه ما شملت كل شيء، يعني في الغالب ما شملت كل المجالات ولا وصلت لكل المجالات. هذا شيء. الشيء الثاني انها تشترط ان الابداع يكون فعلا فعلا شيء جديد، ان يكون عندك شيء ما هو موجود، او يكون تركيبه كبيره بكاملها ما هي موجوده. يعني خلينا نقول مثلا فيلم كامل هذا هو حقوق لمثلا المنتج او ما اعرف مين اللي سوى هذا الفيلم، او الاغنيه كامله هذه مع بعضها هي يعني من حقوق شخص معين. لكن مثلا خلينا نقول في شخص رسم رسمه، او في شخص خلينا نقول في مصممه ازياء سوت فستان، بعدين بعدها جت مصممه ثانيه وسوت نفس الفستان، لكنها لما سوت الفستان الثاني حطت فيه خط من هنا اضافي، سوت نفس الموديل بس حطت خط كذا، خط اضافي مثلا. تالي يعني حتى لو افترضنا انه في حقوق للفستان الاول، طبعا ما اعتقد ان في حقوق للفساتين، بس لنفترض انه في حقوق، فبالتالي لما جاء الشخص الثاني وحط الخط هذا خلاص كسر القاعدة. عموما بشكل عام الحماية خصوصا مع الزمن ومع التكنولوجيا اصبحت صعبة، ما هي بها بتلك السهولة. لكن الشركات خصوصا الشركات الكبيرة تظل يعني تحامي عن حقوقها، وتظل تحامي عن مستحقاتها فيما يتعلق بالحقوق. يعني شوفوا مثلا عندنا البراندات الكبيرة، البراندات مثل الملابس أو الأحذية أو الشنط، قد إيش التقليد اللي يجي عليهم، قد إيش شيء يعني لا يتصور، ويحاربون ويقاتلون ويحاولون، ومع ذلك ما قدروا أنهم يعني يقفلون أو يحدون من الأمر. الآن أنا أعتبر أنه أنت كشخص متفرج على هذه القصة تعرف أنه مثلا عندي شنطة شانيل، هم اخترعوها واكتشفوها وأوجدوها بهذه الطريقة، فبالتالي هم يحق لهم أنه هذا الإبداع، وبالتالي فيه ناس لا، سووا واحدة فيك، سووا تقليد منها. أنا أعتبر أنه أنا جزء من كارمة الإبداع اللي عندي، جزء من احترامي وتقديري للإبداع، اني يا اشتري الشنطة الاصلية يا ما اشتري الفيك. يعني يا اما اني اشتري هاي تقديرا لهذا الابداع، او اني خلاص ما اشتري ولا شيء. بس في كثير من الاشخاص ما عندهم، ما همهم، مو مهم بالنسبة لهم مين اخترع، مين اكتشف، مين حط، مين اللي سوى، مين ما عندهم القدرة على التفكير بهذا المستوى، انه في شخص اجتهد فهو يستحق قيمة الاجتهاد. في أشخاص ما عندهم هذه النظرة، فبالتالي يروح يشتري الفيك، أو يروح مثلا ممكن مثلا مصممة أزياء وفي ناس يقلدونها، فيروح يشتري من المقلد، يقول له هذه أرخص. طيب يا أخي يعني بعد هذه أنتجت إبداع، يعني مفروضنا نحفظ لها حقها الإبداعي، نحفظ لها جهدها. طبعا أنا اللي أتوقع بعد في 2021 الآن الأمور قاعدة تصير يعني
أعقد وأصعب وأكبر خصوصا مع التكنولوجيا وكذا. فأعتقد بيصير في كثير قوانين تحاول أنها تضبط هذه الأمور، تحاول تضبط قضية حقوق المبدعين وعدم الاعتداء عليهم، ويعني لأنه الإبداع يدخلك عالم الثراء. يعني إذا فيه مثلا، خلنا نرجع لمصممة أزياء، إذا فيه مصممة أزياء مبدعة يعني فور شور وين توصل هذه؟ يعني راح تحصل نتائج الإبداع. كل شخص مبدع راح يحصل فلوس، الناس تقدر الإبداع بالمال، فالشخص المبدع يندفع له، وهو يستحق صراحة، وهو يستحق لأنه يعطيك قيمة. يعني لما صممت هذه القطعة أعطتني قيمة مثلا الجمال، لما صمم هذا الكنبة المريحة أعطاني قيمة الراحة، لما صمم هذا الشيء أعطاني قيمة اللكجري، قيمة الرفاهية. فالناس تدفع على الإبداع، تحط يعني قيمة على الإبداع. فإحنا في زمن يعني في كثير اهتمام بالإبداع والمبدعين، وبناء عليه راح يكون في أيضا اهتمام بحفظ حقوق الإبداع والمبدعين. لكن أنت كفرد أيضا المفروض أنك تحترم هذا الإبداع، تحترم هذا الإبداع، أنه أنت ما تشتري الفيك تشتري الأصلي، أنه أنت ما تعزز للمقلد، ما تعزز للمقلد، وتشجع المبدع إذا ما قدرت تشجع المبدع كيفك يعني، بس لا تعزز للمقلد.